مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. زي ما وعدتكم امبارح اني اخذكم على الوينتر لود الشتوي اللي بالنهار. طبعا هذا الوينتر لود الاحتفال بيصير بمدينتين جاتينو واتوا. احنا الان امبارح كنا في مدينة اتوا وصورنا لكم بالليل المنحوتات. اليوم احنا في الوينتر لود اللي في جاتينو، في بس تقطع الجسر زي ما انتم شايفين، البرلمان خلفي وفي المتحف تبع التاريخ اللي هو ميوزيوم هيستوري، مبنى جميل جدا. وهيك احنا الان داخلين على الوينتر لود يا جماعه. وينتر لود هذا اللي راح تشوفوه. طبعا الشغله الوحيده بدكم تشوفونه الدور زي ما انتم بادين. هذا الزبلاين، شايفين الزبلاين، هذه احد الالعاب اللي جديدة اللي دخلوها على الوينتر لود. والله رهيبة، بس عليها دور مش طبيعي. هدول السلايدنج شغلات حلوة هيك، بتقعد على تيوب وبتنزل. هاي شايفين مش شغلات وانت بتستنى، ممكن تدخل وتحط حالك تتصور جوا هدول المنحوتات اللي عاملينهم جوا التلج على الوينتر لود. زي ما انت شايف دور كبير، بس سلايد تاني زي ما انتم شايفينه برضو عليه دور، مسمينه تشينوك. تشينوك اللي هو نوع من انواع الرياح اللي بتصير في شمال كندا، مشهوره كثير. برضو تيوبينج. هاي لعبه اسمها بيبي فود كيج، حطوا الاولاد ولازم يدخلوا جول زي البيبي فود، بس حلوة يعني. لا تشوفين ليش في اثنين، مش عارف، زحلة وعدين وقوة. طبعا جايبين مهرجين عشان يضحكوا العالم شوي. يلعبوا لعب. هذه الحيطة كاملة برعاية تيم هورتون، شكلها حاطين زي ما شايفين تيم هورتون بشكل. احنا امبارح حكينا عن المنحوتات، وزي ما شايفين انتم هاي المنحوتات اللي كانت امبارح بالايس، اوكي، بتختلف. هاي بالثلج، طلعوا مع افضاحها كبيره جدا. طلعوا هذا الاسد ولا النمر ولا الولف، سوري، هذيك البومه، منحوتات ضخمه جدا. نشوف هذه وينتر لود. لعبة شد الحبل، لعبة طبعا عادية، بس لما تكون انت بالثلج والزحلة طبعا الموضوع مش سهل. في السكوتش، الايرش، انغاد البيفر تيل، قاعد هذا اي ثينك انه ايرش. هاي نوع ثاني من انواع الزحليه هيك الصغيره، بس بيقعدوا الاولاد بتزحلوا زي ما انتم شايفين كيف. يعني كيف الاولاد؟ الاولاد عم بنبسطوا، طلعوا كيف بزحلوا زي ما هم، زي ما تحطهم وين ما تحطهم مبسوطين. هذه زي تراب زي ما انتم شايفين بيدخلوا فيه وبيطلعوا هون كورس يعني هيك للركض، حلو كتير. هون انا شايف سلايد تاني تيوبس، بس للبانيز يعني صغار، اوكي. طبعا غاد زي ما انتم شايفين في اماكن للاكل والكوفيز والشغلات السخنه اللي حابب. خلينا اورجيكم هيك سريعا. مكان جميل، طلع طلع كيف عم بيلعبوا يعني الاولاد. متعه 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 الثلج يا اخي، متعه متعه كندا الشتويه هي الثلج. حتى هذا الولد جيمس فيرزون، هذا كرسي جاتينو بور لافي
المكان اللي ممكن تعيش فيه اللي هو جاتينو. هذا مدينة جاتينو. هون لعبة تانية تلعب الأولاد الأحجار البوك. هذا another one جاتينو بول لافي. يعني طبعا سحاسيل وسيسوز وهاي موجودة أعتقد. حمامات موجودة إذا واحد بده. هون ببيعوا لالي بوب مصاصات. الناس كلها مبسوطة. المكان كتير رائع جميل. في متعة يعني متعة نفسية راحة الأولاد طبعا بالنسبة لهم. هذا حتى لو استنوا نص ساعة على رايد بس طبعا كل شيء مجاني هون غير الأكل. وإذا بدك تشرب طبعا سواء كوفي شغلات زي هيك. هاي الشغلات تدفع عليها بس باقي الرايد والشغلات هاي كلها مجانية. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا التور اللي عملنا لكم إياه. Spin, spin! بدنا نجرب الزيب لاين. هاي معنا خالد. سي هاي خالد. جاهز؟ انا هنا بجهز. ثانك يو فور ذا ماستر ميكينج شور يو وونت فول. اتس فيري امبورتنت. هيرز ذا تيم. ثانك يو. يلا خالد ليتس جو. هو سكير. شوف خالد. شوف خالد. جو خالد. يلا جو. يلا يلا. No, go, 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 go! You go first! Go! No, I want to go after! Okay, you're coming first? I'm coming first! Step up, please! Step up! Just wait a second here! Alright, both hands here, or just one if you want to hold your camera. Hold here, alright? Just here? Just here, yeah. Sit in your harness. And one, two, three, go! Oh! ونتمنى لكم وينترلود سعيد. لازم تيجوا تزوروه ولو مرة في حياتكم. هذا المكان يعني يعتبر من طبعا هو مدته 3 أسابيع بيصير كل سنة. كل سنة في نهاية يناير وبيمتد تقريبا إلى 16-17 احنا بنسميه فاميلي دايز في انتاريو. بنتد لهداك الويكند الناس بعديها خلص. ونراكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.